افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة العالم للبادل التي أقيمت في المتحف المصري الكبير، وأكد الوزير أن استضافة مصر للبطولة في هذا الموقع التاريخي يعزز من مكانة مصر كوجهة تاريخية رياضية عالمية، موضحا أن هذه البطولة تمثل فرصة فريدة للترويج للسياحة الرياضية إلى جانب نشر رياضة البادل التي تشهد نموا سريعا في مصر والعالم.